عليكم، مرحبا بكم درس تعليم سياق سهام امنياتي. ترحب بكم. اليوم راني مع لي كانديدات تاعي، راح نبدا لهم الشرح تاع نظام الاولويه اللي بها نعرفوا حقنا في الطريق. الاشارات يعطونا تنبيهات وممنوعات والزاميات، وهادو ما تمن اشارات تاع نظام الاولويه اللي كي تكونوا تمشوا نتوما باش تعرفوا الحق تاعكم في الطريق. انا رايحه نقرا لكم كامل الاشارات ومن بعد نشرح لكم بالوحده وكيفاش نخدموا بها. هذه هي اللي تقول لنا خطر طريقين ثانويين متقاطعين الاولويه لليمين، يعني هنا يكون عنده الحق مول اليمين اللي يكون فارغ. اما بالنسبه لهذا السيار لهذا الطريق هذا البلاكا تقول لنا خطر طريق رئيسي يقطعه طريقين ثانويين، والأولوية للطريق الرئيسي. هذه تقول لنا ترك الأولوية، قف ترك الأولوية على بعد 150 متر، عندها إشارة تنبيه، عندنا ستوب على بعد 150 متر إشارة تنبيه على وجود إشارة قف، عندنا إشارة طريق مضمون، وعندنا نهاية طريق المضمون. فهمنا؟ دونك حنايا واش عندنا؟ عندنا هذا البلان اللي تقول لنا خطر طريق رئيسي يقطعه طريقين ثانويين، نقدروا نصيبوها في هكا لي بلاك في هكذا بروجي كيما هذا. هنايا يقول لنا خطر طريق رئيسي يقطعه طريقين ثانويين متقاطعين اولويا اليمين، معناتها رانا في كاتشما واحد زوج ثلاثة أربعة. هنا ما يقدرش الازرق ولا الاحمر والاصفر يجوز كاع، هنايا لازم يجوز اللي عنده اليمين تاعو فارغ. حنا نشوفو كاين اللي يقول لي السياره الحمراء، هنايا كاين اللي يقول لي السياره الزرقاء، كاين اللي يقول لي السياره الصفراء. حنا دائما نشوفو جهه اليمنى. انا باش نسهلها لكم كامل ستو نتوما الهجان باش نسهلها لكم، حنايا ديريكتومون كي نشوف هاد البلاكا نروح نحوس على الطريق الفارغه. ها هي هي الطريق الفارغه، هنا ندير كي شغل ساعه ها، وندير الرقاص تاعي على اساس راهي 12 بي، فهمتوني؟ نديرو نحوس ديريكت للطريق الفارغه. يا اخي تفهمنا الطريق الفارغه نديرها 12 بي، مور 12 بي اي راح تروح الغربع ولا الاربع، احنا نقولوا 12 بي بعد اربع بعد اوناس بعد غربع نولو نقطه البدايه. هذه هي الاولويه اليمين، فهمتها وليدي؟ فهمناها؟ فهمتها فريد؟ صح. حنايا دائما نحوسوا على هكذا، نروحوا زعما نقول لك فريد هنا وريني شكون اللي اليمين تاعو فارغ. لا انا الصوره ما يجوز الاولى ومن بعد الزرقاء ومن بعد الحمراء. صح. نروحو هنا وريني شكون اللي يجوز هنا جوز الحمراء والزرقاء. ايه ما الصفراء ما الزرقاء، نديرو الرقاص بيل اربع ونص غربة. ياك صح. نزيدو هنا شكون اللي يجوز هنا طريق راهي ثلاثة، حنا باش نسهلوها نزيدو نخيلو كاين طريق واحد اخرى، نديرو في بالنا كاين طريق هنا، هاد الطريق اللي هنا هي اللي راح يفارغها. صافي كيفاش صح. قلنا 12 بي في الطريق الفارغة، ومن بعد قلت لنا اربع منقدوش نروحو لغير ربع، فهمتني؟ 12 بي غير ربع اربع ونص غير ربع ياك. استنى نزيدو هنا شكون يجوز لنا، دايما نشوفو الطريق الفارغة ونبدا نجوز. جوز الحمراء. ايه بعد هذا الزوج. ايه شفتوا كيفاش؟
دائما نبدا نغزر ديريكت في طريق الفرقه. دونك راني انا وهو انا هنايا انا في الطوموبيلتي وانتم راك في الطوموبيلتك وانت راك في الطوموبيل. شكون اللي فينا يسبق يجوز؟ في ثلاثة فينا. شكون اللي لا دروات تاعو فينا؟ هو انا اللي نجوز الاولى، لا دروات تاعي راهي فارغه، فهمتوني؟ ومن بعد يجوز هو باش تجوز انت هكذا. دوكا راني هو وانا، شكون اللي يجوز؟ في ثلاثة فينا. صح خلاص انت اسكت، فهمتني؟ دوكا نبدا نخدمو هكذا، انت وانا وهو، شكون اللي يجوز؟ انت وانا وهو، دايما حوسوا على يدكم الفارغة. صح خاطش طريقك راهي تبقى ما عندك حتى واحد منتم. ومن بعد كي يروح هو انا تفرغ الدروات تاعي نجوز، ومن بعد كي نجوز انا يجوز هو. دوكا انت قول لي دوكا ها هو وفريد وها، شكون اللي يجوز؟ يجوز زينو. نو لا يا عبد الله هو اللي فارغ. انت على هذا خليني نشل وجهو. علاه تهضر؟ انت قلت لك خلاص ما تجيش تهضر، فهمتها؟ صح انايا كاين هو وفريد والاخر، دائما نحوسوا الهضروات تاعنا شكون راهي فارغه. يا دوك عندنا فريد وصاحبك وانت، شكون اللي يجوز؟ يجوز فريد. علاه فريد وعنده صاحبك قدامه؟ انت تجوز الاول. شفت كيفاش انت وريت له؟ نزيدوا دوكا. شوف لي الهضروات تاعك فارغه. يا نعطيلو مثال ونزيد نشوف كيما هنا. هنا شكون يجوز؟ انا دوز. لا لا هنا ايه عاد الدين. يا وليد. وليد ايه جوز الطوموبيل الحمراء. صح. ومن بعد كي تروح الطوموبيل الحمراء ما تروح الزرقاء ما تروح الصفراء. صح. هنايا عندنا 12 بيل، حنا نفرضو نشوفوا شكون اللي هو قريب للحشيش، شكون هو قريب للطريق، ومن بعداتك يروح هذا تفرغ هذا وبعد هذا هكذا. وليد عندي وليد اختي واسمه وليد، يسلم عليه بزاف بزاف وشاطر وهايل. بون في الاولويه اليمين، في الاولويه اليمين عندنا خمس حالات نديروا فيهم الاولويه لليمين. يا اخي خمس حالات نديروا فيهم الاولويه لليمين. الحالة الأولانية كي تكون طريق عندنا بلاكا اللي تقول لنا خطر طريقين ثانويين متقاطعين أولوية لليمين. في هذه الحالة وليد هنا شكون يجوز؟ وليد هنا. إيه أنا قلت لك نحب اسم وليد. شكون اللي يجوز؟ أنا يجوز. خمم مليح. حاجة الأولى نشوفوا الطريق الفارغة، ومن بعدات كي نشوف الطريق الفارغة نديرها زعما 12 بي ونبدا ندور. يجوز الطوموبيل الحمراء. صح. ما ديك تجوز الموطو. صح. ما ديك تروح الزرقاء. حنا ما نقدروش من 12 بي نروحو اوربا وما ندير غير باح. هذه ماشي طريقه رئيسي. حنايا قلنا 12 بي يا اخي فريد نروحو اوربا اوربا ونص غير باح نولو البي. دوكا عندنا الحالة الأولانية في القانون، في القانون تاع خطر طريقين ثانويين متقاطعين، طريق كي تكون فيها البلاك، هذه الأولى نخدمو بها القاعدة. الحاجة الثانية كي يكون عندنا عمود ملتقى الطرق نخدمو به الأولوية لليمين. شكون اللي يجوز هنايا؟ شكون اللي يجوز أولوية لليمين؟ شكون اللي يجوز لنا؟ قلنا صح السيارة الحمراء، بدينا 12 منا. ومن بعد وين؟ مادة الخضراء ومادة الزرق. فهمتها؟ صح. دوكا نروحو الفريد كي يكون عندنا نهاية الطريق المضمون ديرو بها كيف كيف الأولوية لليمين. فريد هنا شكون اللي يجوز؟ حمرا مادة الزرق ومادة الخضراء. شفتو دايما نحوسو على الطريق ونجو ندورو. هنايا الغماز الأصفر نديرو فيه كاليك الأولوية لليمين، شكون اللي يجوز؟ انا الاخضر مد الاحمر مد الزرق. صح كنت تشوفوا الاخضر ومن بعد الاحمر ومن بعد الاخضر الازرق. في الحالات تاع الاولويه اليمين خمس حالات نخدموا بها. الحاله الاولانيه كي تكون طريق
ما فيهاش كامل بلاكا، كيكون بروجي ما فيه حتى بلاكا نديرو فيه الاولويه للنيام. الحاله الثانيه كيكون عندنا ساحه خطر طريقين ثانويين متقطعين، اولويه للنيام. الحاله الثالثه كيكون عمود متقطع، والحاله الرابعه كيكون نهايه الطريق المضمون، والحاله الخامسه كيكون الغماس الاصفر. عاود فكرني باسك زين. صح هنا زين، هنايا زينو شرح لنا عادي، قال لنا الدوسيه الخضراء ومن بعد الحمراء ومن بعد الزرقاء، وانما الجواب تاعك صحيح كي ما يكونوش اسهم في الارض. كي يكون الاسهم هي حتتبدل، فهمتوني؟ حنا جوزنا السياره الخضراء على اساس اليمين تاعها راهو فاهم، فهمنا من بصح لو كان نتبعها كي تكون تمشي هذا هو اليمين، كان تبعها كي تكون هكذا تمشي راهي رايحه هنا، اليمين تاعها يتعمر بالسياره الزرقاء وتفقد الاولويه، فهمتوني؟ السمترا الحمراء صح، هنا السياره الخضراء تبدا تونجاجي تجي لهنا تفقد الاولويه، خاطر اليمين تاعها راهو تعمر بالسياره الزرقاء اللي فقدتها الاولويه. صافي تحبس، توصل لهنا تحبس، بصح بلاصتها هنا راهي فارغه، تجوز السيارة الحمراء وبعد السيارة الزرقاء باش تجوز السيارة الخضراء. هذا هو اللي عندنا أغلبية نقولوا فخ بالنسبة للكونديدا تاعنا، يقول لك تجوز الخضراء وبعد الحمراء وبعد الزرقاء، هي لا لا، توقعي السيارة الخضراء كي تجي الدور هنا تفقد الأولوية، تحبس تروح الحمراء وبعد الزرقاء باش الخضراء. ما نقدرش نجوز الحمراء بعد الخضراء، خاطر الخضراء حبست على انها السياره الزرقاء هي اللي فقدت لها الاولويه، تفهمنا؟ شكون اللي ما فهمش نعاود نشرح حاله، شكون اللي ما فهمش نعاود نشرح حاله، فهمتوني؟ عندنا البلاكه اللي تقول خطر طريقين طريق رئيسي يقطعه طريقين ثانويين، وهي هذه الاشاره اللي تقول لنا خطر طريق رئيسي يقطعه طريقين ثانويين. هذه القاعده نفسها تاع هذه اللي يقول لنا خطر طريق مضمون، يعني راكو عندكم الحق باش تجوزوا. هنايا تقولوا شكون اللي يجوز، انا حين نديروا لغه الاصابع، انا بالنسبه ليا نسميها في ليكول تاعي لغه الاصابع، خاطرش كي نجوز نجوز هكذا زوج ومن بعد زوج، فهمتوني؟ مادام هاد الزوج جازوا هادو عندهم ستوب نحبس، يجوزوا هاد الزوج باش هاد الزوج. كيف كيف الطريق المضمون يجوزوا زوج ومن بعد يجوزوا زوج، خاطر اشاره تاع قف ترمز لك على انك في طريق ولا انكم في طريق ثانوي، راكو خارجين من الزنيقه للطريق الكبيره، والقدر اللي ما يعرفش واش معناتها الزنيقه معناتها طريق صغيره ملحومه راكي خارجه للطريق الكبير، فهمتوني؟ حنايا في الطريق المضمون ولا في الطريق الرئيسي كاين حالات مالغري نتوما اللي عندكم الاولويه راهي رايحه تسقط لكم الاولويه، وهي وقتاش كي نكونوا امام سيارات لذات اولويه، كي نكونوا قدام طوموبيلات ولا شاحنات اللي تفقد لنا الاولويه، هي الامن الضرب اسعاف حمايه المدنيه. يا اخي عندنا مالغري انا راني في حقي في الطريق الكبيره وجاز منا طوموبيل تاع الجدرميه ولا لابوليس ولا الامبيلونس ولا الحمايه، انا راني رايحه نحبس نخلي لها تجوز باش انا تعاود تولي لي الاولويه، فهمناها؟ يعني ماشي انا راني في الطريق الرئيسي ولا الطريق المضمون نروح نتشاحن وما نحبسش باش راهو في حقي، كاين سيارات اللي عندها الاولويه علينا هكذا. نروحوا لهادي ستوب، حنا دائما في البلاكه تاع ستوب كي نكونوا راحين نحبسوا لازم علينا نحبسوا ستوب، ما عندها شهاده وفاة، عندنا إشارة تنبيه كي يكونوا جايين على بعد 150 متر يحطوها لك ويكتبوا لك تحتها ستوب، يعني راهي جايتك ستوب، بدا ديغرادي
كي توصل نقص السرعه تاعك، خاطر كي توصل راك رايح تحبس ياخ. كيما عندنا اشاره ترك الاولويه اللي تنبهك على وجود ترك الاولويه على 150 متر. هنا قالت اكو تشوفوا المثلث الاحمر على ستوب، المثلث الاحمر نسموه ترك الاولويه ولا افسح الطريق، فهمتني؟ هذا المثلث يقول لك احبس، عندك سيارات عندهم الحق عليك، فهمتني؟ زينو هذا يقول لك نقص من السرعه تاعك، كاين هادي جوز قبلك سيرتو الا كانت قريبه، فهمتني؟ هنايا كي تكون تمشي عندك بلاكه اللي تقول لك تراك في طريق صغيره، لازم عليك تترك لهم الاولويه للطريق الرئيسي ولا للطريق المضمون، فهمتني وليدي؟ فهمتوني؟ عندنا داخل الرومبوان دائما نقولوا الاولويه اللي يكون داخل الرومبوان، يعني الاولويه لليسار. نزيد لكم حاجه، حنايا كي يكون عندنا اشاره قف نلقاو زاويه قائمه اللي توري لك، حتى ولو كان ما تكونش هذه البلاكه نشوفوا الزواق هكا في الارض نعرفوا باللي ستوب وحدك تحبس ياخ. عندنا كي يكون الخطوط المتقاطعه معناتها يرمز لنا على وجود طرق الاولويه، فهمتوني؟ انا اليوم درت لكم الشرح. وش نقول لكم؟ مدرسه تعليم سياقه سهام امنياتي، نتمنى تكونوا فهمتوني الفيديو وفهمتوا كيما لي كانديدا تاعي، فهمتوني ولا لا؟ ان شاء الله. شكرا لكم، تحياتي لكم وسلام.